السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هبدأ في شرح قواعد سنة رابعة ابتدائي، وأول قاعدة معانا هي قاعدة and و but. إيه الفرق ما بين and و but؟ أول حاجة نعرف معناهم بالعربي. and معناها و، and معناها و، أما but معناها لكن أو بالعامية بس. هتفهم قصدي مع الأمثلة. أول حاجة هنشتغل على and. and بتفيد إيه؟ بتفيد الإضافة، يعني هتضيف معلومة لمعلومة. شوف كده المثال ده، I like rice and fish، يعني أنا بحب الرز والسمك. هنا and جت ما بين اسمين ليهم نفس الفعل، يبقى أول حاجة and بتيجي ما بين اسمين. تاني حاجة هتيجي ما بين جملتين. طيب زي إيه؟ I eat vegetables and I exercise، يعني أنا باكل خضروات وكمان إيه؟ بتمرن. هنا فادت الإضافة، بضيف حاجة لحاجة. الاتنين بينهم تناقض؟ لأ. ينفع يحصلوا مع بعض؟ ينفع طبعا، باكل خضروات وبتمرن. طيب تاني حاجة بقى but هتيجي ما بين ايه؟ but هتيجي ما بين جملتين، ما ينفعش تيجي ما بين اسمين. احنا قلنا but معناه ايه؟ لكن او بس، و but بتفيد التناقض، يعني الجملتين متناقضين، ما ينفعش يحصلوا مع بعض او عكس بعض. زي مثلا الجملة دي، I want to go swimming but it's raining، انا عايز اذهب للسباحة بس هي بتشتي. My dad is Egyptian، أبويا مصري. My mom is French، وأمي فرنسية. يبقى هنا بينهم تناقض صح؟ يبقى استخدم إيه؟ but. يبقى my dad is Egyptian but my mom is French. وخلي بالك في قبل but comma، يبقى دي من علاماتها برضو إن هي بيجي قبلها comma. طيب but كمان هتيجي ما بين إيه؟ ما بين جملتين، جملة مثبتة وجملة منفية. يبقى الأولى مثبتة أو أيا كان، يعني واحدة مثبتة وواحدة منفية. He speaks Arabic، هو بيتكلم عربي. But he can't speak English، بس هو ما بيعرفش يتكلم ايه؟ انجليزي. جالي في الاول جملة مثبتة وتاني جملة ايه؟ منفية. في الحالة دي بنختار but. يبقى كده عرفنا ان and بتيجي ما بين اسمين او جملتين بس متفقين، مفيش ما بينهم تناقض. اما but بتيجي ما بين جملتين بس وبيكون قبلها comma، وكمان الجملتين بيكون ما بينهم تناقض، أو جملة مثبتة والتانية منفية، ما ينفعش يحصلوا مع بعض يعني. وبكده أكون شرحت أول قاعدة في سنة رابعة اللي هي and و but. لو حد عنده أي سؤال اكتب لي في الكومنتس وأنا هرد عليك. السلام عليكم.